السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قررنا نعمل يوتيوب. اول ما قررنا جد الدرع. ايه ده ايه السرعه دي؟ اول ما عملنا فيديو كده جد الدرع. استنى بس دي مش بنت. الفيديو الجاي استنوا الدرع مليون. اول حاجه احنا ما بنهزرش طبعا. الفيديو الجاي استنوا فيديو الدرع مليون. ايه ده؟ ابعت لنا. ايه ده؟ ممكن ذكرت كنت اتمنى انه يبعت. هو ده مش فضه الدرع ده فضه. ممكن نسيحه الفضه بكام دلوقتي؟ ممكن نسيحه عامه. دروب الفضه بكام؟ اوف طلع فيها كلام مهم. فضه انت فاهم حاجه؟ هو طلع هو الدرع يا جدعان. الدرع الدرع هنا اهو اهو. بس لكل اللي كدبوا وقالوا مش هوصل الحمد لله وصلت الحمد لله. قاعد مع اخواتي. سقفة كمان. ده انا ده حابب اهديه لامي عشان تعبت معايا جدا وفكرك ان انت طردتيني من البيت كتير. مسلكناش في خلاك البيت تاني بعد البيت ده. مسلكناش في التعليم بس سلكنا على اليوتيوب فالحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. احنا مين؟ انا باسل طه شام رابتور الشيخ دش سيف مراد ارو اخوها القاضية. ده مش بابلي. ده كيان. ده كيان. كيان كوني. ده مش فاهم. ده ممكن اصلا تلاقيه مش في الفيديو دلوقتي. مش مونتاج. يعني ما تاخدش بالك. يعني اي حاجة تلاقيها ورا ما تاخد. يعني فاهم? حاول ايه? يعني تفادى اي حاجة. يعني. حاول ما تبصش يعني. لمصلحتك. لمصلحتك. المهم اللي احنا قلنا كل سبت معنا فيديو. ساعة. بص احنا هننزل الفيديو ده في الساعه كام ان شاء الله. ان شاء الله ننزله في الساعه كام؟ هننزله في 7 في هننزل الفيديو ده الساعه 7. الساعه 7 ميعاد هنثبته. لو ما عجبكوش الميعاد هنغيره. بسيطه مفيش حاجه. المهم ان احنا ايه دريم تيم. كل حد فينا بيعمل حاجه. كل حد بيعمل حاجه. مفيش حد بيعمل حاجه زي التاني غير رابتور وسيف ورا. معانا فريق متكامل. عندنا طباخين. عندنا ناس بتعرف تخيط. عندنا ناس بتعرف تمنتج. مش تمنتج طبعا. روح. لو عايز اروح اروح. انا ممكن اقعد. لا عايز اروح اروح والله. لا لا لا. هنقصها بالكتر. في جانك كل اسبوع ان شاء الله. كل اسبوع يوم السبت. زي ما قال لكم. بس كده معانا 3 فقرات. دي كانت الفقرة الاولى اللي بنعرفكم عليها على نفسنا. الفقرة التانية بقى جايب لهم شوية فيديوهات. اتفرج عليها. حطوا ميه في بقنا. المفروض ما تضحكش. لا احنا بس اللي هنطف ميه. دول لا انت ليه يا عم؟ ايه ده هتطف ميه؟ شعرك بس ما شاء الله يعني. مش طب ان شاء الله. انا عايز اقعد مكان سيف. لا تشالي. المهم تشالي حاطط صور مش بتاع تشالي. خلاص الفكره الثالثه بقى الابداع. نخش الاستوديو نعيش بقى. معانا مغنيين كتير رابرز. انتظروا الفقرة التالتة عشان دي احلى فقرة. يلا بينا. احنا رابرز. رابرز. احنا كلان كسنجل. انت مالكش دعوة. اوكي. الفقرة التالتة. الحمد لله. لا ما تهزرش. اصبر لما نبدا. يلا Oh my God.
بسم الله. معلش ممكن اقعد الترابيزه بتاعتك يا باشا؟ اتفضل. هي كانت ترابيزه امي. ميرسي لذوقك. على ما مش ضايقك انا هضرب بس ايه في حوشي وهمشي على طول. الكلمه دي عادي يا باشا. انا مطلع اصلا بحب اعمل الانتراك دي مطلق وما جربتش بعد ثانيه حتى الجواز تطلع ما هي عايشه معايا عادي. ازاي يعني؟ يلا بينا على الاستوديو. يلا بينا. Thousand years later. ومع أول فنان معنا سيف مراد. أخويا اللي مني. أخويا المعزم. اسمع صوت سيف في الاول يا جماعه عشان يكون ودلوقتي مع الغالي علي التعريف رابتور. يلا بينا نبدا. شكرا رابتور فشيخ ليك. رسيتنا رفيق عليك مع ارو اللي هيقتلنا دلوقتي. ارو اللي جنك وزعلنا واللي زمان غداني.
الفنان العالمي، موهبة اليوتيوب، موهبة التيك توك، موهبة الفن الرائع، موهبة الغناء العربية، يعني 100,000 سبسكرايب، يعني أشهر مشبك في العالم، يعني بس طه واحلى كلام واسمع صوت بس طه. طب ليه بعد وقتي معاكي مظبوط اشوفك مرة وهو مسكوت بس انا كنت اموت تمشي لقطري عندي طب ليه انا كنت معاكي مظبوط اشوفك مرة وهو مسكوت بس انا كنت اموت تمشي لقطري عندي طب ترجع انا اسف طب بص الحزام الناس بتعرف انا بس مش عاجبك انا اسف بعد ما سبتك روحت سافرت سبتيني لوحدي فضلت ده لاخرك شرق الدرع دلوقتي قاعده في مدينتي كان فين الشعر الاحمر ماشيه بتتمطر فين ايام الشراب الاخضر والشاب الاخضر انا سبتك مش فاكر انا اسف انا شايف انا عبدك انا جاي انا ناسي انا اسف انت جميله كتكوته حلوه برضه وكيوته انت كنت قطوطه انت اللي قاعده بنت الشهر. طب ايه سلام 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 نصيحه دي والله اللي معيشنا ايوه اللي جاي ايه في البيت.